أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على أهمية مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف الذي يعقد بمشاركة الأطراف الثلاث الحكومات والعمال وأصحاب العمل، وتستعرض المملكة العربية السعودية أمام المؤتمر ما قامت بتحقيقه من نتائج إيجابية في سوق العمل السعودي، من بينها توطين الوظائف بناء على توجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين. هذا المؤتمر الذي يعقد سنويا يشارك فيه أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتقوم المملكة باستعراض ما قامت به الحكومة وثلاثة في وزارة العمل من تقدم على صعيد أولويات تحسين وتطوير سوق العمل. وكما هو معروف فيما يخص المملكة العربية السعودية تعد أول أولوياتنا قضية التوطين، توطين هذه الوظائف، توطين الوظائف في سوق العمل، وإتاحة الفرصة لأبناء وبنات الوطن في الحصول على وظائف عمل مناسبة وفرص عمل لائقة لهم ولهن. على هامش انعقاد مؤتمر العمل الدولي، عقد وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا تشاوريا لتنسيق المواقف أمام مؤتمر العمل الدولي وتعزيز التعاون مع دول المنطقة ومنظمة العمل الدولية. جرى العادة أن يعقد وزراء عمل دول مجلس التعاون الخليجي على هامش منتدى منظمة العمل الدولية السنوي، وكذلك على هامش مؤتمر العمل العربي السنوي يعقد اجتماع يقوم فيه بمراجعة جدول أعمالهم القادم والتحضير لماذا سيتم دراسته أو ماذا تم دراسته وسيتم عرضه في الاجتماع القادم. كما معروف الاجتماع القادم سيكون في مملكة البحرين الشقيقة، وتم استعراض جدول الأعمال وتم استعراض المهام التي تم إنجازها والمهام التي سيتم التعامل معها في هذه الفترة، ومن تلك المهام والدراسات أمور متعلقة مع تنظيم ضوابط استخدام العمل المنزلية ومواضيع أخرى ذات علاقة. أفاد معالي وزير العمل أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أعطت فرصة للعمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة في المملكة التي لا تتطابق أوضاعها مع المعايير التشريعية. مهلة تصحيح الأوضاع التاريخية التي أقرها سيدي خادم الحرمين الشريفين، وفيها منحت كثير من الاستثناءات والإعفاءات للمخالفين والمخالفات لنظامي العمل والإقامة كفرصة نهائية وأخيرة لهم ليصححوا أوضاعهم ولكي لا يتعرضوا هم أو أصحاب العمل لعقوبات نتيجة عدم تصحيح هذه الأوضاع. تم كما هو معروف تصحيح أوضاع مئات الآلاف حتى الآن، ونحن سعداء بالنتائج التي تم تحقيقها، وتمت مشاركة كذلك هذا المحفل الدولي نتائج هذه المبادرة التاريخية. وجود موقف محدد لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه القضايا العمالية يعزز موقف وزراء عمل مجلس التعاون في مؤتمر العمل الدولي بجنيف. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، منظمة العمل الدولية، جنيف.